بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة معالي السيد بوريس جونسون. أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه بمناسبة فوزه بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء في بريطانيا، متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح لمواصلة العمل نحو المزيد من التقدم والازدهار للمملكة المتحدة وشعبها الصديق. أشاد سمو رئيس الوزراء في برقيته بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده على الدوام من تطور ونمو في العديد من المجالات.